يقول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمر الدعوة، الدعوة يدعون، الدعوة هي مصدر من الفعل الثلاثي دعا يدعو دعوة، والمقصود بها تبليغ الإسلام للناس بلاغاً يشمل التعليم والبيان والإرشاد والتطبيق، بلاغاً يشمل أن يوجد بيان للناس اتضح لهم، فإن قبلوا يحتاجون إلى تعليم، ثم يحتاجون إلى إرشاد من يضعهم على الطريق كيف يعملون، ثم أن يتضمن عملاً وتطبيقاً. فأمر الدعوة يشمل ذلك كله. ولتكن منكم أمة يدعون، يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الخير. وهل هناك دعاة إلى غير الخير؟ الجواب نعم، هناك دعاة إلى الشر، وهناك دعاة إلى جهنم، كما أن هناك دعاة إلى الخير وإلى الجنة. فالله يختار لأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجهم من بعدهم، يختار لهم أن يكونوا دعاة إلى الخير، دعاة إلى الخير. فما هو الخير الذي الله عز وجل يأمر هذه الأمة أن يكون عنوان دعوتها هو الخير؟ ما هو الخير؟ قال العلماء: الخير هو الإسلام. وهل هناك خير أعظم من هذا الدين؟ وكيف يكون شيء خيريته أعظم من الدين وبالدين صلاح الدنيا والآخرة وبالدين إرضاء رب العالمين وبالدين عزة الدنيا ونصرة الله وتأييد الله ومعية الله؟ بالدين يكون الإنسان عظيما عند الله عز وجل. فلذلك من العلماء من قال: الخير هو الإسلام، ومنهم من قال: الخير اسم جامع لكل شيء يقربك من الله. كل شيء يقربك من الله ويبعدك عن عدوك إبليس فهو خير، والشر في الضد. كل شيء يبعدك عن الله ويقربك من عدو الله فهو شر. فقال: هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخط الله، فهذا هو الخير، يدعون إلى الخير. فلذلك سمت هذه الأمة أنها تدعو إلى الخير، هذا بلاغها. هذا إذا عرفت الأمة المحمدية ينبغي أن يكون هذا عنوان التعريف بها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أوفياء، كانوا أوفياء، ولذلك إن وقفنا مع بعض أخبارهم في هذا الطريق وكيف كانوا
يدعون إلى الخير ويبلغون الخير، وأن الأمر ليس قاصر لا على العلماء فقط ولا على الرجال دون النساء فقط، بل كان الجميع منهم يشارك في الدعوة إلى الخير.